نستمر وإياكم في بحث للأستاذ المساعد الدكتورة منى صالح حسن الدجيلي، والمعنون لمحات من وصايا الإمامين العسكريين عليهما السلام وقيمهما التربوية دراسة تحليلية. فلتتفضل محفوفة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدكتورة منى صالح حسن الدجيلي من جامعة الكوفة، كلية التربية للبنات، الحاصلة على شهادة الدكتوراه في أطروحتها الموسومة اليقين والوجدان المعرفي في تكوين الدلالتين الإيحائية والإيقاعية في الشعر الحسيني النجفي في النصف الأول من القرن العشرين مثالاً، لها العديد من المشاركات البحثية والمشاركات في الدورات والورش، ومنشغلة في التدريس والبحث. ومن مجال اهتماماتها البحثية هو شعر الطفولة والمرأة والشعر الحسيني وتاريخه والشعر النجفي والأدب الحديث ونقده. فلتتفضل بإلقاء ملخصها مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة برعاية المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي حفظكم الله ورعاكم، وجميع القائمين على إقامة مثل هكذا مؤتمرات تهدف إلى نشر فكر أهل البيت عليهم السلام. موضوع بحثي لمحات من وصايا الإمامين العسكريين عليهم السلام وقيمها التربوية. مما لا شك فيه أن الدين الإسلامي الحنيف نظام متكامل للحياة الحرة الكريمة بما يتضمن من مبادئ وقيم، فهو يوصل إلى رقي الإنسان وتطوره وتقدمه حضارياً، ولهذا كانت القيم التربوية والأخلاقية المحور الأساس في دعوات الأئمة الأطهار عليهم السلام من بعد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جسد تلك القيم الإمامان العسكريان عليهم السلام لما تركاه من وصايا تسخر بالقيم الروحية النابعة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السامية الخالدة المتمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. إن وصايا الإمامين العسكريين عليهم السلام مدخلاً مهماً لهداية المجتمع وأصلاحه نحو الخير، فالأئمة الكرام هم مجمع الفضائل ومنتهى الكلام، ذلك بأنهم ورثوا العلم والأخلاق الحميدة من جدهم الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، إذ دعوا الناس إلى التمسك بتلك السجايا من بعدهم لما فيها من إصلاح وتوجيه في وصايا مختلفة، فهي بمثابة دروس ناجعة تربي الفرد على الفضائل وترفعه عن الرذائل ليفوز عند الله تعالى بالدرجات العلى. وقد اتخذنا من وصاياهم العطرة ميداناً تطبيقياً لدراستنا لما تسخر به من بلاغة ومنطق سليم، فضلاً عما تحمله من سجايا فاضلة هدفها تهذيب سلوك النفس الإنسانية وإصلاحها لما فيه من صلاح للمجتمع عامة. وجاء هذا البحث في محورين: المحور الأول موضوعات وصايا الإمامين العسكريين عليهم السلام ومضامينها، والمحور الثاني السمات الفنية لوصايا الإمامين العسكريين عليهم السلام. جاءت وصاياهما عليهم السلام في ضروب ومجالات مختلفة من سياسية واجتماعية ودينية. نبتدئها أولاً، أو من أهم تلك الوصايا هي الوصايا الدينية. مما لا شك فيه أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما المعين الأول الذي نهل منه الإمامان العسكريان عليهم السلام وصاياهما، إذ كان هدفهما في هذا المضمار أن يحث الناس على امتثال أوامر الله عز وجل، فكانت لهما وصايا موجهة للناس أكدا فيها ضرورة العمل الصالح وحفظ القرآن الكريم والحفاظ على الصلاة والصيام وأقامة شعائر الإسلام. فجاءت الوصايا الدينية لتحض المتلقين على امتثال أوامر الله سبحانه واجتناب نواهيه والتزام جادة الشريعة الإسلامية
والطريق القويم الذي يخلصهم من كل عمل منحرف عن جادة الحق والعمل الصالح. ومن ذلك وصاياهما عليهما السلام في التحذير من الركون إلى الدنيا وما فيها من متاع الغرور، وضرورة التنبه والعمل لملاقات الخالق عز وجل بوجه حسن. من ذلك وصيته التي يقول فيها عليه السلام: إن الله جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى، وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. وأيضا في الحظ على عمل الخير، لأن فيه نجاة الفرد وأن يكون الإنسان قوة خير وعطاء وإصلاح في هذا العالم، متحررا من النزعات الشيطانية والأنانية المقيتة التي تحول بينه وبين التفكير في الخير. من ذلك قول الإمام الهادي عليه السلام: افعل الخير إلى كل من طلبه منك، فإن كان أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن بأهله كنت أنت أهله، وغيرها كثير. وقد تضمنت وصايا الإمامين العسكريين عليهم السلام على كثير من الأمور الدينية وبيان للأحكام الشرعية ومسائل الحلال والحرام التي تحتاج إلى حديث مطول ولا يسع المجال لذكرها هنا، وما هذا إلا غيظ من فيض. أما الوصايا الاجتماعية فقد ترك الإمامان العسكريان عليهم السلام فيضا من خبراتهم الثرة، فسجلا خلاصة تجاربهما وتركا لنا أسسا وقواعد عامة في التعامل مع الآخرين من المقربين والصحابة وغيرهم من الناس على اختلاف طبقاتهم وميولهم. ومن أهم تلك المبادئ والقيم الخلقية التي جاء بها الحث على الأخلاق الحميدة والقول الحسن وترك الغيبة والكلام الذي لا طائل منه، قول الإمام الهادي عليه السلام: عليكم بحسن الخلق، فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة، وإياكم سوء الخلق، فإن سوء الخلق في النار لا محالة. وأيضا هناك الكثير من الوصايا الاجتماعية العابقة وتأكيده على اختيار الصاحب والصديق الوفي وغيره من الأمور التي تخص العلم والصبر وأمور الحياة المختلفة. وبذلك فقد رسب الإمامان العسكريان عليهما السلام منهجا واضحا للسير عليه، وهو يتضمن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وما تدعو إليه من خلق رفيع وحسن تعامل مع الناس، وتلك هي أخلاق الإسلام التي دعا إليها رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المحور الثاني: السمات الفنية لوصايا الإمامين العسكريين عليهم السلام. بعد الإطلاع والدراسة يتضح أن أغلب الوصايا تتسم بالعبارات الموجزة القصيرة، لأنها تسعى إلى تهذيب الفرد بكلمات موجزة مؤثرة وتحمل تجارب وخبرات صاحبها، كما أنه غالبا ما يهدف الموصي منها إلى سرعة وصول ما يهمه من النصح والإرشاد إلى الآخرين ليحقق هدفه منها في الاستجابة والقبول والإفادة. وهذا يكون في الاعتماد على الأقوال البليغة والعبارات المؤثرة والقصيرة. ومنها قول أو في وصية الإمام العسكري عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر وطول السجود وحس الجوار. ومن الواضح أن هذه الألفاظ التي استعملها الإمام عليه السلام في وصيته تجمع بين السهولة والفصاحة والوضوح والبيان في التعبير عن المعاني والأفكار التي يتبناها في تحقيق ما يهدف إليه. ومن السمات الأخرى السجع والازدواج والتوازن الموسيقي التي تعد من أهم مواطن الجمال والروعة في ألفاظ هذه الوصايا. ومن هذه المحسنة اللفظية التي غدت سمة مميزة لوصايا الإمامين العسكريين عليهما السلام من ذلك قول الإمام: وعجبت كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، وعجبت كل العجب لمن عمل لدار الفناء وترك العمل لدار البقاء. والأمثلة كثيرة لا يسع المجال لذكرها هنا. وختاما أقول أن هذه الوصايا كانت موجهة لشرائح المجتمع المختلفة، للولد والصاحب والمتعلم والمعلم والرجل والمرأة والقاضي وغيرهم، لما تحمل من قيم دينية وأخلاقية سامية.
أيضا تكمن أهمية وصاياهما في الدعوة إلى الإصلاح والنهي عن الفساد والتمسك بالقيم النبيلة واجتناب الرذيلة والتأكيد على الأخلاق الحميدة في الأعمال والأفعال. وأخيرا أقول لقد أخذت هذه الوصايا بمسامع القلوب قبل العقول، لأنها تمثل ما يتحلى به الإمامان العسكريان عليهما السلام من زهد وورع بالغ في الحياة الدنيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، هو نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لجناب الدكتورة منى صالح الدجيلي، وأيضا نفتح باب التساؤل والنقاش واللحاب. يبدو أن الحضور اكتفى بما قدمتم، فشكرا لجنابكم ونسأل الله أن يوفقكم.